بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. سلسلة ديت بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. مع بعض ندخل ونشوف الإشارة اللي معنا النهاردة وإزاي نقدر نخليك تحلها بكلمة واحدة أو بكلمتين. النهاردة معنا السينيالي ده، سينيالي داري بريتشيدنسا نيلسينسا أونيشي ألترنانتي، إعطاء الأسبقية في الطريق باتجاه متناوب أو بالتناوب. الجزئية الثانية، احنا اتكلمنا على الإشارة ديت على جزئين، الجزء الأولاني وده الجزء الثاني. الجزء الثاني ده اللي بيخص السمافرو التريلوتشا إن بريزنسا دي سينيال الفجراتو إن السمافرو التريلوتشا. يبقى الجزئية اللي فيها الإشارة الضوئية ذات ثلاثة أضواء وعسكري المرور او الفيجلي او الاجنتا دي ترافيكو. ازاي نقدر نتعامل مع هذه الاشاره ونحل كل الاسئله اللي ممكن تجي لك عليها. النهارده انا مبسط لك الموضوع جدا جدا، والاشاره ديت قلت مهمه جدا وكتير جدا بيغلطوا فيها. النهارده مش هتغلط فيها بعد كده خالص نهائي، لان انا جبت لك الاجابه او الحل من الاخر. داري بريتشيدنسا نيلسينسا اونيشي الترنانت، اعطاء الاسبقيه في اتجاه الواحد متناوب. هنا في السؤال محتاج تعرف كلمتين اتنين لا غير، كلمتين اتنين بس. ايه هما؟ ابيامو ودوبيامو فينيتو. ابيامو دوبيامو، ابيامو دوبيامو. نحفظ الكلمتين دول قوي، ابيامو دوبيامو. طيب في حاجة، كلمة أبيامو لو لقيتها في السؤال لازم يكون آخر السؤال كلمة فيردا في الآخر. لقيت أبيامو وبص على آخر كلمة في السؤال لقيت فيردا، قول له فيرو. طيب أبيامو في السؤال بص على الآخر لقيت كلمة بصاري، أقول له فيرو. يبقى أبيامو والفيردا والبصاري يبقى فيرو. أبيامو مع الفيردا والبصاري فيرو، ولكن قلت الفيردا والبصاري بتبقى آخر كلمة في السؤال، آخر كلمة في السؤال بتبص عليها. بعد ما تبص على أبيامو تحدد الفيردا فيرو والبصاري فيرو فين؟ في آخر السؤال، آخر كلمة في السؤال. إن طلعت فيردا قول له فيرو، إن طلعت بصاري قول له فيرو. طيب الكلمة الثانية دوبيامو، كلمة دوبيامو أحددها في السؤال. اللي لقيت كلمة دوبيامو في السؤال محتاج برضو تبص في آخر السؤال. لو لقيت كلمة إسبينتو قول له فيرو، لو لقيت كلمة جلا قول له فيرو وبس. يبقى أبيامو بتيجي مع الفيردا والبصاري في الآخر، دوبيامو بتيجي مع الإسبينتا والجلا في الآخر. طب إيه رأيك بقى ندخل على الأسئلة ونجرب الكلام ده عملي ونشوف بتبقى إزاي في الواقع عشان يبقى التجربة عملية. هذا السؤال بتاعي الأول أحدده إزاي أعرفه إن هو أهو إن بريزنسا دي سينيال انفجاراتو أو دي إيدي السمافرو التريلوتشا. السمافرو التريلوتشا خلاص، يبقى دي الجزئية اللي أنا بدور عليها. والحاجة التانية الإشارة بتاعتي أهي، يبقى سمافرو التريلوتشا أنت تعلمه من الإشارة، والسمافرو التريلوتشا خلاص. أحدد كلمة مين؟ أبيامو، وأبص في آخر السؤال فيردا قول له فيرو. هنا برضو الإشارة والسمافرو تريلوتشا، أحدد كلمة إيه؟ أبيامو أو دوبيامو. هنا كلمة دوبيامو، أبص في آخر السؤال إسبينتا يبقى فيرو. طيب هنا السمافرو تريلوتشا أحدد كلمتين اتنين، أبيامو ودوبيامو. هنا أبيامو، أبيامو يبقى لازم أنا أشوف في الآخر، لقيت فيردا أقول له فيرو، لقيت بصاري أقول له فيرو، هنا بصاري يبقى فيرو. طيب أربعة، أحدد الإشارة والسمافرو تريلوتشا، يبقى كلمتين اتنين ادور عليهم، ابيامو او دوبيامو. هنا كلمه دوبيامو انا عارف ان دوبيامو مش هتيجي الا مع الاسبنتا والجله في الاخر، هنا كلمه جله يبقى فيرو. يبقى اخر كلمه جله،
آخر كلمة سبنتا يبقى فيرو. طب السؤال رقم 5، هنا كلمة دوبيامو، احنا عارفين دوبيامو لازم تقفل في الآخر بسبنتا وجلة، هنا سبنتا وجلة لا مش موجودة يبقى فاضي. السؤال رقم 6، هنا كلمة أبيامو دوبيامو، هنا كلمة أبيامو موجود، احنا عارفين إن أبيامو لازم السؤال يقفل بفيردا أو بصار، مفيش فيردا أو بصار في الآخر يبقى فاضي. رقم 7، عندي كلمة برضو أبيامو أو دوبيامو موجودة إيه؟ أبيامو موجود، طالما في أبيامو لازم نقفل السؤال بكلمة فيردا أو بصار، مفيش كلمة فيردا أو بصار في الخاتمة هيبقى أقول له فالص. طب رقم 8، أدور على كلمة أنا عايزها أبيامو أو دوبيامو، هنا كلمة دوبيامو، طالما كلمة دوبيامو محتاج إن السؤال يقفل بكلمة اسبنتا أو جلة، اسبنتا أو جلة، هنا طبعًا هنا مفيش اسبنتا ومفيش جلة هقول له فالص. كده أنت حليت 8 أسئلة اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن يجي لك على السينيالي داري بريتشيدنسا نيلسنسا أونيشي ألترنانت، إعطاء الأسبقية في الاتجاه الواحد بالتناوب، حليناهم بكم كلمة؟ بكلمتين اتنين وبس. أبيامو مع الفيردا والبصاري ودوبيامو مع الإسبنتا والجلة في آخر السؤال. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.